أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان أمرا فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. السيارة فأرسلوا وارد
سروا بضاعي وأسروا بضاعي والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأذل دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس
بخس دراهم معدود دراهم معدود قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتك عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وقالت هئت لك. قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت إن لك. قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون.
ظالمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ولقد همت به وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجار مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.